استاذ ادي قبل ما الكل بحق له يقدم مرشحين، فما تقول لي انه بحق لهم، بس كيف نظرتكم اليوم لترشيح أنري حلو؟ طبعا نحن بترشح الدكتور جعجع يعني بالنسبه لنا كانت خطوه كبيره لانه للبلد، خطوه كبيره لخيارات معينه، خطوه كبيره باتجاه انه رجل تقدم وقدم مشروع سياسي واضح وترشح بكل جديه وفخر بوقت سبق الكل بهذا الموضوع واعلن عن انطلاقه الانتخابات الرئاسيه بوقت اللي كان الحديث عم بيحكي بخيارات اخرى، يعني خليني اقول متدنيه الى حد ما، يعني انه صار في خيارات انه تمييعيه وغيرها. بقى بالتالي لا، نحن كان عندنا موقف واضح من هذا الموضوع. هلا اكيد انه خيار الوسطيه هو خيار سياسي تموضعي اكثر ما هو خيار سياسي بالمعنى السياسي العميق، لانه اذا بدي اروح على عمق الامور انا بعرف الشباب شو بيفكروا، وانا بعرف الشباب وين بالسياسه، وانا بعرف كيف خياراتهم. هلا ممكن انه انا عم بتقدم شوي زياده بالكلام عنهم، هن جديرين يتكلموا عن حالهم اكثر مني، بس بعرف انه لما كنا نحن كلنا سوا واقفين بصف انه قاري حلو 14 اذار عم بحكي عن وليد بيك واللقاء الديمقراطي كله سوا، واللي عطوه، ولما كنا كلنا واقفين عم ننادي باصواتنا باتجاه معين كنا عارفين بعضنا شو عم نحكي وعارفين حالنا شو عم نعمل بوقتها وعارفين حالنا مين عم نواجه واي مشروع عم نواجه. هلا اختلفنا بجوز بطريقه المواجهه لانه في طريقه اختلفت عن طريقه ادت الى تموضع معين على المستوى السياسي، ادت الى ما ادت اليه الامور بالانتخابات، يعني بالتعداد يلي صار بصاله. ولكن هلا بتقولي لي انه لبنان لشو بحاجه؟ بحاجه لانه يكون في رئيس عنده تمثيل شعبي قوي ورئيس مصمم على أن يعيد المؤسسات إلى المؤسسات وإلى يعيد المؤسسات إلى الدولة، أنه إيه هذا هو اللي بحاجة لقاله لبنان. أنري حلو ما بيعيد الدولة إلى الدولة والمؤسسات. أنا مش هيك عم بقول. أنا بدي أسألك إيه، قل لي ليه أنري حلو منه مرشح بتروح مثلا بتصوت له لو كنت نائب؟ أنا بدي أقول لك ليش ما بروح صوت له إذا كنت نائب، لأنه أنا عندي قناعة أنه المرشح يلي بيقدر اليوم بالظرف الحالي انه فعلا يقوم بهذه المواجهه هو سمير جعجع بنظري وبنظر كثير من النواب يلي اقترعوا له بمجلس النواب. هلا ليش؟ لانه عنده المواصفات يلي بتخليه انه هو يكون الرجل المرحله اليوم. ما يعني انه اليوم قاري حلو ما عنده مواصفات جيده وحميده، انا اللي عم اقوله انه رجل الساعه، رجل المشكله اليوم، رجل يلي قادر انه يحل هالعقد الكبير يلي البلد كله سوا واقع فيها هو هذا الشخص. عظيم. اسمه سمير جعجع. خليني هون استاذ بهاء ابو كروم، اذا عندك شخص قدر يحل العقد والازمات اللي نحن فيها، يعيد الدوله الى الدوله، بدل ما تروحوا تصوتوا له بتخترعوا مرشح اخر لي يعني نيل الاصوات وبتحاولوا جاهدين كمان تخففوا نسبه الاصوات اللي عم ياخذها؟ نحن ما عندنا شك انه برنامج الدكتور سمير جعجع هو برنامج بيصب بمشروع يعني بمصلحه مشروع الدوله ولمصلحه البلد، ما عندنا شك بهذا الموضوع، انما ليس هو البرنامج الوحيد وليس هو المسار الوحيد اللي ممكن يوصل رئيس للجمهوريه قادر على انه يوصل بالبدايه لموقع الرئيس. بس لو صفيته معه كنا يمكن قدرنا نطلع رئيس؟ لا، الموضوع موضوع سياسي مش موضوع رقمي او عددي، نحن عم ننظر للموضوع من هذه الزاويه. لكن خليني بس إذا بتعطيني فسحة من الوقت لحتى نحن في تجربة حصلت مع تشكيل الحكومة السابقة، هذه الحكومة اللي تعطلت لمدة 11 شهر ما قدرت يعني تشكلت، كان موضوع أمامها خطوط حمر من كلا الطرفين، وشفنا أوضاع دولية وإقليمية كانت تحرص على تحييد لبنان عن ما يجري في المنطقة وخاصة في سوريا. نضجت هذه الظروف في لحظة من اللحظات لدى الأفرقاء اللبنانيين وتم التنازل يعني من قبل كل فريق بمسألة معينة وصار في اندماج معين ودخلنا على حكومة شراكة أسست لي هذا الهدوء والاستقرار النسبي اللي عم نعيشه اليوم. نحن على نفس القاعدة اليوم نحن أقمنا أو عملنا مقاربة لموضوع محطة رئاسة الجمهورية بهذه الأجواء. نحن عم نقول التالي أنه أي مرشح يعني مثل ما حظوظ عماد ميشيل عون حظوظ ضئيلة ربما في ظل هذا الاصطفاف السياسي بالوصول، أيضا حظوظ الدكتور سمير جعجع في ظل هذا الاصطفاف مثل ما عم نشوف كمان لأنه وليد بيك هو حاطط الفيتو، مش لأنه نحن يعني نحن انطلقنا من هذا الواقع
يعني فتح ثغرة معينة في هذا الجدار المقفل أو المرتفع بوجه الاستحقاق الرئاسي. نحن أمام خيارات، إما الفراغ في حال استمر الوضع مثل ما هو اليوم، إما البحث عن مرشحين يعني بالحد الأدنى يحظون على يعني العدد. رئاسة الجمهورية أنت عم تحكي كأنه أنتم مش مؤثرين، رئاسة الجمهورية واقفة على وليد بيك مع أي طرف بصف؟ لا مش كل المعادلة، بس البعض بيعتبر أنه عامل هو نوع من حلف مقدس سري ربما بينه وبين الرئيس نبيه بري، أنه بيوصلوا مرشحهم مش المرشح اللي بده يبهر. لا خليني بس أذكر بمسألة، ممكن نحن بموضوع التصويت الثاني اللي حتى اذا بعد ما يحصل النصاب ممكن يكون في لنا يعني بالجوله الثانيه بعد ما يتامل النصاب للجوله الاولى ممكن يكون اللي حضرتك تفضلتي فيه انه يكون يعني عدد نوابنا مرجح لهذه الناحيه، انما في 65 انما صح. نحن يعني سياسيا لن نصل لحد يعني لهذه الوضعيه، فنحن عم نبحث اليوم عن خيارات محدده، اما الفراغ لحد الان هلا من هون لثلاث اسابيع ما بنعرف بعد شو بيحصل، انما لحد الان الخيارات مقفله على هذا الصعيد. إذا بتريد يعني كمان أقول شغلة، شو حظوظ استاذ أوري حلو بصراحة؟ لا في حظوظ، هو حظوظ خيار مش حظوظ، يعني عندما يقفل يعني عندما يعني نصل أمام يعني أنت بدك رئيس يقدر يحكم، بدك رئيس يقدر يسوق نفسه لدى كل اللبنانيين، بدك رئيس يقدر بس يقال الإرادة الحقيقية لا يعني الزعيم وليد جنبلاط أو من يريد هو يريد جان عبيد رئيس الجمهورية وليس أوري حلو. لا لا ليه لا إجا رشح أوري حلو؟ لا مش صحيح، لا الرئيس ما نفيها ولا مرة، ترشيحه يعني للأستاذ هنري حلو ترشيح جدي ونهائي، ليس مناورة وليس من قبيل يعني الترشيح أحد الأشخاص لحتى يسمي يعني شخص آخر في الكواليس، لا مش هيك أبدا، نحن جديين بهذا الموضوع، جديين طلب يعني أيضا كمان أصوات 16 نائب لن يوصلوا الأستاذ هنري حلو لموقع الرئاسي، نحن بحاجة أيضا لتحالفات، من هون نحن اللي عم نشوفه اليوم، نحن بموضوعية معينة، ربما هذه الموضوعية حتى لدى الأخوة بالقوات اللبنانية ربما يتغير شيء بالمستقبل، نحن دخلنا بمسار الانتخابات الرئاسية وهذا المسار مفتوح على عدة احتمالات، منها اليوم هذا الاحتمال الذي وضعناه على المسار اللي هو ترشيح الأستاذ هنري حلو اللي يمكن يوصل لهذا الموضوع. عندي بس ملاحظة إذا بتريدي، مسألة الاستحقاق الرئاسي ليست فقط تعني المسيحيين، هي بالدرجة الأولى ربما كان من الأجدى التوصل إلى اتفاق مسيحي أو توافق مسيحي حول مرشح محدد، وهذا التوافق كان أيضا يعني كان سيوفر على اللبنانيين ربما يعني جهد كبير أو يعني كل الأفرقاء كانوا لح يوقفوا أمام هذا الواقع، إنما اليوم نحن أمام انقسام وطني على هذا الصعيد وانقسام أيضا مسيحي على هذا الصعيد، من هون هو استحقاق وطني مع احترام كل الاحترام للخصوصية المسيحية لهذا الموقع. هذه نقطة كثير مهمة أستاذ إيديا بالمعنى بظل الانقسام المسيحي الموجود اليوم، ولا طرف من طرفي الانقسام رغم انه ممثلين للشارع المسيحي قدر يوصل مرشحه، كانه انتم عم تاخذوا البلد الى الفراغ بهذا التشبث. يعني دكتور سمير جعجع هذا ترشيح نهائي ما بنتراجع عنه، 14 اذار مجبوره تكون معنا واقفه ورانا، بالمقلب الاخر نفس الشيء، يا العماد ميشيل عون يا لا احد. ولا نحن انتم اخذيننا على الفراغ. اهم شغله بهالمشهد اللي عم نحكي عنه اليوم انه نحن رحنا على انتخاب، نحن عم نروح على انتخاب، ما بعرف انه هل لازم انه كل الطوائف تقعد بين بعضها كل وحده قبل انتخابها او قبل تعيينها، ان كان رئيس مجلس نواب او رئيس مجلس وزراء او رئيس جمهوريه، تقعد لحالها بين بعضهم وينقوا واحد ويوصلوا فيه على هذا، وين الاستشارات شو لها قيمه؟ بحب يحكي انتم بتناوروا وغيركم بناور، لحظه لحظه، كلها مناورات سياسيه، بس الفراغ اليوم مين اخذنا عليه؟ بس يا ست بولا انا مصر على انه نحن ما نورنا، نحن تقدمنا بمشروع واضح وترشحنا بشكل لا يقبل اي جدل. بتجاوبني بصراحه؟ طلعنا نعم اكيد، تفضل. عنده حظوظ ولو 1% دكتور سمير جعجع؟ ما حدا بيعرف شو ممكن يصير. لا 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 انا وياك بنعرف الاحجام اليوم بالمجلس النيابي، بس حضرتك بتعرف قد ايه بده اصوات ليعمل رئيس؟ انا بعرف قد ايش بده اصوات ليعمل رئيس، بس وشايف الحمله عليه. بس شو الحمله عليه؟ الحمله عليه ممكن تصير على مين ما كان، مش هذا السؤال. ما انا سؤال الحمله عليه، الحمله عليه انه هيدي اليوم عم تتخيل النواب رايحين عاطينه اصوات غير 14 اذار، غير حلفائه قدر يجيب اخرين الى الطاوله. انا بقول كل شيء ممكن، مش نحن يلي تقدمنا لهالانتخابات بشكل دستوري
يلي بنسال هذا السؤال، اللي معقد هذه القضيه كلها سوا هو اللي راح مره واحده حضر جلسه وقدم ورقه بيضاء وبعد لهلا من قبله ما ترشح حدا. لو رجعوا راحوا يعني لو رجعوا يعني راحوا يعني امنوا النصاب 65 منكم جيبوها. بدك تسمحي لي، اليوم ما صار في بعد جو انتخابي حتى لي فعلا هالانتخابات تصير، صارت اول اصطفاف انعمل بمجلس النواب، غيره ما عدنا نعمل شيء، ما حدا بيعرف وين، بكل انتخابات ببلشوا ناس يصوتوا بمحل بيخلصوا بمحل اخر. طيب ليه ما ممكن ليه يكون ليه على حسابنا، ممكن يكون لمصلحه اخر. اذا ما بدكم فراغ بالرئاسه اخر مسيح، يعني المسيح الوحيد اليوم في الشرق الاوسط، اذا ما بدكم فراغ ليه ما بتروح تنتخبوا أنري حلو؟ بس انا بدي اقول لك شغله، ليش السؤال العكس كمان بينسال؟ ليش بدي انا عم بتخليني بسالك بس ليه؟ بس خليني كفي، خليني في فيتو على دكتور سمير جعجع؟ لا ما في فيتو ابدا حاسم، ما في فيتو، في فيتو من طرف واحد على الدكتور جعجع. من هو هذا الطرف؟ طرف واحد بنعرفه من هو، اللي هو اكثر من نص البرلمان. انا منه بالضروره اكثر من نص البرلمان، ممكن يكون كمان اقل من نص البرلمان، ممكن يكون اقل من نص البرلمان. خليني اوضح شغلي، انا اللي عم اقوله انه هل مطلوب منا نحن نروح نلجا للويا جورجا الافغانيه تحت اللي نختار رئيسنا قبل ما نفوت على جلسه نعرف فيها مين المرشحين وكيف تتم عمليه انتخابيه بشكل دستوري والديمقراطي المعروف بلبنان؟ هل مطلوب منا نحن انه نجي نعمل مشورات قبليه وضع لحتى اللويا جورجا؟ لا، الوضع بس البلد لبسين، وضع البلد لبسين كرافتات صحيح، بس لويا جورجا صحيح لسوء الحظ، لسوء الحظ المشهد يلي اعطونا اياه بعدم ذهاب الى الانتخاب والاقتراع وتامين النصاب اللازم، اعطانا مشهد لويا جورجا، ناس ساكتين لابدين ما بيحكوا شيء، ما بيقولوا مين مرشحهم، بحطوا ورق بيض وبيظهروا ما بيامنوا الحضور. هيدي الانتخابات كيف بدها تصير؟ على طول انت على كل حال بتعرفي انه بفرنسا وقت بيصير في انتخابات في نواب بتروح بالاخر وقت بتنطرح بين الشخصين، في ناس بتروح لهيدا ولهيدا بتنفرز الاصوات وبتبين اكثريه. وانت هلا بتقولي نحن مش فرنسا، انا معك بعرف، بس انا عم بقول لك نحن بالحد الادنى، بالحد الادنى عندنا دستور، عندنا طريقه ديمقراطيه للتعاطي، ليش ما نتعاطى وفقها؟ ليش نحن بدنا ننام على هذا الموضوع انه نحن معلقين القضيه لانه مرشحين؟ مش يلي عم بيعرقل كل هالعمليه هيدي هو اللي بينلام، يلي حتى ما عم ببين بعد عنيته، بعد ما بين اسم بعده لهلا تحت الطاوله وعلى السكت وبالوشوشه، ما بنعرف شو ناويين يعملوا، مين من اللبنانيين عارف كيف مثلا حزب الله او عماد عون بده يخوض هذه المعركه الانتخابيه؟ ما بده يخبرني. واضح مين مرشحهم؟ عنده شغله، مين مرشحهم؟ بس حدا في جمله مين مرشحهم؟ منه قابل عماد ميشيل عون انه ينزل اسمه مرشح بوجه دكتور سمير. شو هالكبر الكبرياء الكبير هيدا؟ يعني عن جد هيدي عمليه ديمقراطيه فظيعه، مش سامع بحياتي مثلها، يعني عن جد مش سامع حدا ما بيرشح حاله مقابل حدا ثاني لانه معتبر حاله اكبر من الكل. هيدا حديث ما بيسوى، هيدا حديث مش منيح بحق الشعب اللبناني. عدم ذهابهم الى مجلس النواب هيدي عن جد مسبه كبيره، هيدي شتيمه بحق الشعب اللبناني وبحق المواقع اللي ناخذينها كنواب. عدم وجود زعيم مسيحي شو اوحد، شو هذا الانقسام تقريبا نص بالنص مسيحي؟ هيدا الانقسام بعد ما بين نص بالنص، بين ورق بيض. انا بالنسبه لي لا، ما عم بحكي عن البرلمان، انا عم بحكيك على صناديق الاقتراع، على حتى بعض الانتخابات نص بالنص بتوصل بالاخر، بتوصل نص بالنص. لا مش باقي الطوائف، باقي الطوائف مش هذا هو الوضع. بس خليني اقول لك شغله، باقي الطوائف هلا بدنا نحكي عن انه كيف السنه بيجيبوا السنه وكيف الشيعه بيجيبوا الشيعه وكيف المسيحي ما بيجيبوا المسيحي، انه عن هذا الموضوع، هذا موضوع طويل ما بعتقد انه هلا في معنا وقت لحتى نتناول هذا الموضوع باهميته، على اهميته لانه هذا بعتقد انه بيستاهل جلسات طويله، وانا مستعد اذا بدك احكي فيه بحكي فيه، بس اليوم الوضع هو هيك. انا مين بينلام؟ عيلي هلا عم بيلعب لعبه باطنيه من تحت لتحت، من تحت الطاوله، وما محترم اي دستور وما محترم حدا من الموجودين على هالساحه، ومفكر حاله منزه عن كل العالم. اذا كان اول فريق اللي مفكر حاله انه هو مش مقترف جرائم او مش عامل شيء اللي هو عم بيكب حرام على كل الباقيين، او ثاني فريق يلي كمان ما حدا نسي له مآسره، هل هيدا هو الهدف؟ هدف كنا نفوت نشتم بعضنا بمجلس النواب ونخفي مين اسم مرشحنا ونقدم ورق بيض ونشتم الناس ونحمل حالنا ونظهر ما نأمن نصاب؟ هيدا اللي عم بيأمن الديمقراطية؟ هيدا عم بيأمن الانتخابات؟ ليه ما بتقول صراحة انه 16 صوت لأنري حلو كانوا أكثر أذية سياسياً من مش بالضروري الاوراق البيضاء؟ مش بالضروري، مين بيقول لي بعدين بجوز يعطوا ميشيل عون؟ هودي يطلع ميشيل عون اذا بيعلن عن حاله، وين المشكله؟ بنكون على القليل خدنا معركه انتخابيه مضبوطه. خلينا نسال استاذ، صحيح في مجال تعطوا لعماد ميشيل عون؟ او انري حلو فقط ما في غيره؟ عندنا مرشح لحد بس هيدا هروب، لحد هروب بدل الفيتو، يعني ما حدا تاكد انه في فيتو على سمير جعجع وعلى ميشيل عون من قبل وليد بيك الا وقت اللي طرح لهم شخص وقال لهم هيدا مرشح.
يعني ما تحشروني، انا عندي مرشح ما حدا يحكي معي. لا خليني اقول لك، لا لا الى ان تنضج تسويه مرشح بيقبل في ساعتها بغير اون ريحه. لا خليني اقول لك شغله، مش صحيح هذا الكلام، لانه نحن خيارنا هذا اللي هو لا 14 ولا 8، ما بدي اقول عنه وسطي، بدي اقول لا 14 ولا 8، لا ينتمي الى الاستفافات الحاده بالبلد، هذا خيار نحن بدنا نحميه. يعني كنا نحن رايحين لنحميه بهذا الاستحقاق، كنا رايحين ما حنحط ورقه بيضاء مثل 8 ازار ولا حنحط اري حلو من 14 دكتور سمير جعجع من 14 ازار اري حلو مش 14 ازار بس لحتى نحمي هذا الخيار اللي هو بده يشكل مخرج بالاستحقاقات بس جبت شخص من 14 ازار من صلب 14 ازار، يعني اللي سامعينه عم يحكي يمكن ما بيطلع كثير على التلفزيون، اللي سامعينه عم يحكي بيعرفوا اراءه السياسيه مضبوط يا استاذ ادي؟ هو اقرب ل 14 ازار. لا عم بسال، انا عم بسال كيف بتقول لي نحن عم نحمي الوسطيه جبتوا شخص من 14 أذار وهيك رجعتوا، يعني قدر رجع يعزز اللقاء الديمقراطي يرجع يحييه؟ حاليا الأستاذ هنري حلو هو عضو في اللقاء الديمقراطي اللي هو المساحة الوسطية الممكن الوحيدة مع بعض الإضافات. وين كان اللقاء الديمقراطي من جمعتين؟ عاد كانت جبهة النضال. لا كان ايه، وكان كان ايه الوليد بيك انا مرتاح، الكتل الصغيرة افضل واحلى، هلا رجعت يعني كتلة اكبر لما قدر يعمل كتلة اكبر. نحن حكينا انه الاستاذ هنري حلو عنده حيثية معينة وعنده رأيه في كل الاستحقاقات. شو هي الحيثية؟ كان عنده قل الحيثية شو؟ زلمة مستقل، زلمة عنده تاريخ، عنده تراث استقلالي، حريص على الدستور، قدم برنامج. شو رأيه بسلاح حزب الله؟ اللي هو موضوع خلاف كبير ورأي واضح لدكتور طرح سمجاجة. بالمؤتمر الصحفي طرح مسألة إعلان بعبدة، وطرح أنه هذا هو خارطة الطريق وبده يطبق الدستور يعني ويحافظ على وحدة البلاد ويمثل كل اللبنانيين، ويعني حط عدة عناوين هي اللي بتشكل، زائد هذه العناوين في عنده تجربة بهذا الإطار اللي هي بترسم له الأفق اللي هو بده يتصرف فيه. اللي هي 14 أدار وما تقول وما أنا بدي أقول لك حاليا هو عم يطرح يعني برنامج وسطي بآليات أو ديناميات تختلف عن آليات اللي عم تعتمدها قوى 14 أزار حاليا. نحن لهذا يعني ربما ليس هناك اختلاف بالبرنامج الوطني العام، ليس هناك اختلاف حول موضوع إعلان بعبدة، ليس هناك اختلاف حول أنه نحن بدنا الدولة تكون هي الآمر الناهي في قرار الحرب والسلم واستراتيجية دفاعية تكون الإمرة للجيش اللبناني، إنما هذا خارطة الطريق نحن بنروح لها باتجاهات أو بديناميات مختلفة ربما، أو نحن بنتحين بعض الفرص الدولية والإقليمية لحتى ننمي هذه القدرات، لا نأتي بها من خلال إما اسود اما ابيض. هذا الشيء اللي عم نطرحه اليوم، اللي هو حقيقه هذا خيار سياسي. انا عم بقول لك انه الرئيس وليد جملاط يحمي خياراته الوسطيه او تموضعه الحالي من خلال ترشيح، ومن خلال انه يكون متميز لكي يشكل مخرجا لتلك القوى، ان كان 14 وكان 8 في لحظه مفصليه معينه. استاذ ايدي قبل ما توصل حضرتك كان معنا استشار الجبور واعطينا معلومه بعتقد مهمه جدا، انه دكتور سمير جعجع قال لمجموعة صغيرة من الصحفيين إذا بيجي حدا وبيأمن، مثلا إذا أجل عنده الرئيس الجميل وقال له أنه هو بيقدر يأمن انتخابه، يعني إذا الفيتو عليه هو أحد آخر من 14 أذار ممكن يأمن أصوات اللازمة ليطلع رئيس، هو بيتنازل له. أنت بهالجو؟ خليني أوضح شغلي دكتور جعجع. أول شيء مترفع عن هذه المواقع، وأنت بتعرفي ما بحب كثير المواقع، يعني لا بريد بحياته يعمل نائب ولا وزير، رغم أنه تعين وزير ووقتها تخلى عن المنصب. بس دكتور جعجع عنده مشروع، ومن يؤمن تنفيذ هذا المشروع هو معه، وقال بشكل واضح أكثر من مرة حتى بإعلاناته المباشرة، قال أنا صاحب مشروع، أنا مش مشروع، أنا من مش أنا المشروع مثل غيري، أنا صاحب مشروع، هذا المشروع وضعينه مجموعة طويلة عريضة من بمجموعة حزبية كثيرة. ما كان لازم مع حلفائه يتشاور قبل ما يعلن ترشيحه؟ العملية الكلام عن الترشيح هو سبق بكثير، أنت بتتذكري من زمان يعني حتى دولة الرئيس سعد الحريري في المدة قال أنا بسمي سمير جعجع. قبل الارثوذكسي، قبل الارثوذكسي وبعد الارثوذكسي رجع مشي الحال وكل شيء رجع على نصابه، انت بتعرفي هالشيء. هلا صار في فتره الارثوذكسي، هذا موضوع اخر ما بدنا نحمله اكثر ما بيحمل، لانه بعتقد الارثوذكسي كان موضوع اذا الهدف المشروع بس اذا الهدف المشروع بنسي قبل ما اعلن ترشيحي. انا برايي هذا المشروع منحكي من زمان مع كل الحلفاء، وانا برايي التوجه كان واضح، لانه برجع بقول دكتور جعجع ما رشح سمير جعجع، دكتور جعجع رشح مشروع، قال انا صاحب هذا المشروع، يلي قادر يقيمه مثلي وقادر يجمع له اكثريه لهذا المشروع انا معه. عندي شخص وهيدي اري حلو. نعم. موضوعنا اليوم هو شخص انت هلا من شوي قلت ولو بطريقه غير مباشره انه
14 اذار، مش هيك فهمت منك انا؟ طبعا. انه بتعرف شو بنحكي سياسيا وبتعرف مين هو. طبعا. 14 اذار يعني هو في هذا المشروع الاطار، قال لك مع علينا بعبده. يعني من حقي اليوم لبنانيا يمكن خطوه كثير كبيره اذا بتدعمه قاري حلو. انا ماروني كمان وبقول هالشغله، انا كون لا بس مقلع، بس من مقلع من مطرح جايب اصعب أنا اصعب المعادله. مأمن قاري حلو الكلام ولي الكلام يلي حكيه سمير جعجع على 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 ترشيحه وبالمشروع اللي قدمه، هل هيدا اعتمد مثل ما هو؟ اكيد لا لهلا مش اعتمد. من مين يعني بدك حدا يجي ينفذ المشروع بحد ذاته؟ من قاري حلو او من اي شخص اخر؟ بعد لهلا ما حدا تاكد انه بيقدر هو يمشي بهذا المشروع مثل ما هو انطرح. انا برجع بحكي، نحن اصحاب مشروع، نحن مش مشخصنين هذا الاستحقاق، وبشكل واضح عم نحكي هذا الموضوع، وبعتقد انه كل الناس فهمت انه نحن فعلا ولاد قضيه واصحاب مشروع. نحن مش شخصنه حدا، ولا انه معتبرين انه هيدي هديه فاندو كارير مثل ما بسموها لازم تكون لحدا. نحن معتبرين انه هذا الاستحقاق استحقاق كثير مهم، هذا المنعطف منعطف كثير مهم. انا برايي انه نحن بواقع وبفتره سياسيه دقيقه، هلا كل واحد شايفه من وجهه نظره، ممكن نحن شايفينه. لا بس في فرصه اسمها قاري حلو، مالنا فاندو كارير لقاري حلو لانه صغير بعد. لا لا انا بعد مش عم بحكي عنه، بس اليوم مشان هيك عم بقول لك روح انتخبوا تما تيجي جايزه ترضيه لحدا. استاذ قاري، استاذ قاري اكيد انسان فيه كل الكفاءات اللازمه، بس هذا المشروع يلي نحن قدمناه ب 14 اذار لم يقدمه الاستاذ قاري، قدم شيء مختلف ممكن يكون قريب ولكن مختلف. وين النقص؟ بين الفراغ. نعم. وبين هذا النقص. لا 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 ما عم نقول نحن فراغ، لا لا ما عم نحكي عن فراغ. وين رايحين لك خياراتنا بعد ثلاث اسابيع؟ وين رايحين؟ ما عم نحكي عن فراغ، نحن عم نحكي عن مشروع، بروفيل لهذا المشروع، وهذا المشروع اعتمد ولا ما اعتمد؟ انا اللي عم بقوله، بس سؤال، يلي بيقدر ينفذه يجي يأمن له الاكثريه فليتفضل. لهلا بعد ما حدا بين من يلي قادرين، انا مع احترامي للاستاذ قاري، انا ما عم بقول انه استاذ قاري منه قادر او ماني عم بنتقد الاستاذ قاري ولا بسمح لنفسي اني اعملها. انا اللي عم بقوله بشكل كتير واضح، نحن تقدمنا بافكار معينه وبمشروع معين، هل استاذ قاري اعتمد هذا المشروع بالكلام اللي حكي؟ لا لا لا. استاذ بهاء بتعتقد هل جد هي القصه مساله لها علاقه بالمشروع؟ في جزء منها له علاقة بمشروع وجزء منها له علاقة بالتجربة، ربما تكون الأمور في تميز بسيط بين مشروع وتاني، إنما تجربة أو تقنيات الوصول إلى الأهداف ممكن تكون شوي ألين. نحن يعني نحن إذا عم بيقولوا لك إذا تبنى أستاذ قاري حلو مشروع دكتور سمير جعجع نحن بنمشي فيه، مش هيك بفهم منك؟ لا بعتقد أنت تعطي هالشيء. هيك كلامها. أنا بعتقد أنا عم بقول لك هيدا 14، هيدا بحقق لك طموحاتك، جيبوا رئيس لمرة. إذا جينا وعمليا هيك فكرنا فيها ومثل ما طرحتي ساعتها نبحث بالموضوع، بس مش هيدا الواقع. استنتاجي مش غلط. لا ما عم بقول استنتاجي، بس اذا تبنى انت عملتي مثل ما بقولوا بالقانون، هيدا شو بسموه بالقانون؟ هيدا بسموه استطراد، او بسموه حتى هيدا هلا استطرادا، ممكن نوصل لهالمنطقه هيدا، بس مش هيدا اللي طرحته انا. لا لا يعني لا، في تمايز بالمشروع، يعني مش مطلوب اليوم الاستاذ هنري حلو يعني يحصل على ثقه فقط 14 اذار لكي يصل الى منصب الرئاسه، لا مش هذا المطروح. نحن المطروح اليوم انه عم بشكل خيار بديل للطرفين. بس اللي عم بقوله مهم كثير، عم بقول حتى انه مش قصه انه اذا 14 اذار تبنت استاذ قاري انه الاستاذ قاري بيكون بالنسبه له هذا الموضوع كله سوى حل، لانه هن عم بينحطوا بوضع وسطي بقى، بالتالي يعني بعتقد مش هذا اللي عم بتقوله. ما بعرف اذا انا بقدر افسر. لو ما الكل عم بيضحك على الناس وعم بيناور بالسياسه كان بيقدر وليد بيك يامن لقاري حلو حليفه الاساسي بالسياسه اللصيق به استاذ نبيه بري. انتم تقولوا هذا الرجل 14 اذار نحن بنعرفه، كان واحد من صفوفنا، خلينا نقتنص هذه الفرصة ونجيب رئيس، بس يبدو كلنا رايحين على الفراغ وباصمين وعارفين وعم نرجع نقلنا على الناس انه في مشاريع. انت بعتقد عم تظلمينا شوي بهذا الموضوع، برجع بقول لك مش نحن ما لعبنا اللعبة الديمقراطية، نحن مستعدين نلعبها بس داخل البرلمان. بولا بعد في وقت، لا يعني بس برضو انا بعد في ورق يعني. طيب خلوني اتوقف مع بس فاصل بس تفضل. بحب انا اوضح، نحن عم نقول للعبه مثل ما هي تاخذ مجراها من دون اي تحت طاوله او باطنيه، تاخذ مجراها بالمجلس النواب وفق القانون
وفق الدستور وفق كل المفاهيم اللي نحن بنعرفها، مش براطة، مش بباطنية وتخفي وتزاكي وشتم الآخرين. أنا بعتقد أنه في فرق كتير كبير ساعتها ببين مين وهين كتير كانوا من الأربعة لأربعة. أنا برأيي كنا خلصنا هلا تنشوف. وكان طلع رئيس الجمهورية إيدي أبي اللمع وبهاء أبو كروم مع حفظ الألقاب وترشيح أونري حلو بعد هذا الفاصل، آخر فاصل بهالحلقة.